حنروح لفقرة جديدة ومساحة جديدة ضمن صباحنا غير لليوم. رح ننتقل لنكون مع حالة مميزة. اليوم معنا صبية صيدلانية نغم شنار. نغم أبدعت بدراستها وتخرجت صيدلانية، وأيضا من ناحية ثانية نغم أبدعت بهوايتها بعالم التصوير، وجهت عدسة كاميرتا لتوثق أول وأجمل لحظات بعالم الأطفال. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع رح نرحب فيكي نغم شنار. صباح الخير لك. صباح النور. اهلا وسهلا. كيفك اليوم؟ والله بخير الحمد لله. هلا هنون كثير بعاد القصتين مع بعض. ايه ما لهم علاقه ببعض. مزبوط. انا لانه هي انا يعني شهادتي ابدا ما لها علاقه بالتصوير، هي تصوير من زمان، هوايه عندي من زمان، وانا مع الوقت يعني اشتغلت على حالي اكثر وطورتها. من ايما؟ من زمان كثير يعني وقت ما طلعت الكاميرات الموبايلات والكاميرات، يعني انا على طول بكل مناسبه، كل حفله، كل عيد ميلاد، اي حفله تخرج دائما انا بستلم تصوير للمناسبات، فهي من زمان كثير عندي اياها. طيب ليه ما رحتي لدراسه شيء جرافيك قصاص تصوير؟ يعني هي انا لانه كمان انا بحب الصيدله، يعني كمان يعني انا عندي الكل. عندي ايه بحب، يعني انا كمان الي يعني فتت الصيدله يعني على الصيدله رغبه مني يعني، بس هي هوايه وانا كمان بحبها يعني. اكيد كثير حلو اليوم انه نحن تكون هوايتنا نقدر نشتغل عليها ونشتغل بناحيه ثانيه، يعني ما نوقف عند قصه معينه. طيب خبريني، اليوم رحتي لاخذتي على الكاميرا، كنت دائما تركزي على الاطفال وتوجهي تنسقي الكوادر اللي وراهم، عم نشوف يمكن صور، هدول شغلك؟ ايه تماما. خبريني عن هدول الصور وكيف كنتي تنظمي هاي القصه؟ ايه شو حلو. هلا هدول نيو بورن صغار، يعني عمرهم بحدود بين الاسبوع لل 20 يوم. هالعمر يعني بيكون بياخذ وقت مو مثل العمر الاكبر، فنحن بنحاول انه بهالعمر انه ينام معنا، يعني ما انه يكون فايق. واللقطه اللي نقط لها هو نايم. العمر الاكبر اللي هو عمر مثل مثلا هون عمر 4 شهور 3 شهور 4 شهور، بس متجاوب. لكن متجاوب على القصه تمام. كانه ايه. انه عرفان شو عم تساوي. هذا العمر هذا اقل من شهر تقريبا. نايم. ايه نايم. هذا العمر بدنا يكون نايم، يعني الجمال الصوره هو نايم. هون كمان نفس الشيء اقل من شهر. يا حلو. هدول الاغراض ان كان الاكسسوار القصاص كله من عندك؟ كله من عندي، الديكور واللبس الثياب هدول. شو حلوه هي، اكيد تطبيق يعني. هاي فوتوشوب. حلو. انا بلبسها. قد ايه صار عمرهم هدول الاطفال تقريبا؟ هلا هي السنه صار عمرها البيبيه. إيه؟ هي عمرها السنه هلا. هدول جلسات خاصه بيكون؟ جلسات تصوير خاصه. طيب اليوم نغم حلمك او هوايتك صارت مشروع، واكيد اي شيء بنطوره بحياتنا بدنا نطور، كان الاجهزه الكاميرات الى اخره. شو طورتي وشو دخلتي جديد؟ كل ما يعني كل فتره وفتره بجيب ديكور يعني ديكور جديد، بجيب ثيم جديد. يعني هلا انت الاهالي بحاكوكي انه شو عندك ثيمات، فرجيهم انا عندي مثلا للبنوتات ثيم الحوريه، ثيم النحله. هن يعني بيطلبوا منك بوفر لهم، يعني بحس انه هن شو بيحبوا الاهل انا بجيب لهم اياه. خلفيات جديده، يعني دائما انا بشوف الاهل شو بيحبوا، فعلى هالاساس عم طور حالي واجيب شغلات جديده، بحس انه ما تكون الصور كلها مثل بعضها، يعني كل صوره مختلفه عن الثانيه بثيم جديد وديكور جديد. طيب خلال التصوير شو اكثر شيء نحن لهلا طبعا عم نشوف صور الاطفال. لك شو حلو كربوج. عم نشوف صور الاطفال اللي حضرتك اشتغلتيهم. خبريني نغم شو اكثر اللحظات اللي او اهم شيء وقت بتكوني عم تصوري، يعني مواقف هيك علقت بذاكرتك، طفل تشاقى، طفل ما تجاوب. ايه هلا الاطفال بشكل عام اللي بيلفتوا نظرك هن اللي بتجاوبوا معك، اللي هن عمرهم 6 شهور تقريبا للسنه. هدول الاطفال بتلاقيهم خاصه انه بيعطوا رده فعل حلوه، دائما على طول عم يضحكوا وعم يستجيبوا. مثلا في صوره هلا انعرضت انه طفل عمره السنه حاطط بطه بتمه، يعني هي اللقطه يعني تحسيها انه مميزه، انه هو يعني عطى العمر اصغر، يعني هو تجاوز هاي المرحله تبع الهايه والبطه. ايه تماما. يعني هي يعني الفكره هي يعني بلفت نظرك بهدول الشغلات اللي بتعطي هيك جمال للصوره، عفويه وبراءه وحركات. هلا الفكره انه هلا الجيل هذا اطفال بتلاقيهم لحالهم بياخذوا بوزات
عم يعني انه عن جد هن ما نن هوايدين ما نن بحاجه اصلا انت توقفي تقولي لهم صعب يعني شفتي الحصان بنوتات يعني على هيك وعلى هيك عم يتعلموا يعني انت ما بتقولي لهم انه شو يعملوا هن هدول يعني الحركات اللي بيعملوها هي بتعطي جمال للصوره عفوية. الحركات العفويه تماما تمام طيب خلينا هيك كيف اليوم انت قدراني تجمعي بين التدريس وهوايتك بالتصوير هلا انا منظمه اموري بمواعيدي مثلا انا بدرس بالجامعه يومين بالاسبوع بقيت الايام بعطي مواعيد للامهات وبستقبلهم بمواعيد معينه بحيث نكون متوافق مع وقتي ووقتهم للامهات قد ايه جلسه التصوير بتاخذ معك وقت هلا بتاخذ والله هلا صراحه بتفرق بين طفل وطفل حسب العمر بالنسبه لحديثي ولاده اللي هن عمرهم اسبوع 20 يوم تقريبا للشهر فينا نقول هدول من الساعتين ممكن توصل لثلاث ساعات ليش لانه احنا هون هالطفل بدنا نحاول ننيمه لانه جمال الصوره هو نايم فما مو بالضروره انه ينام ما ضروري ينام معنا فنحن بنحاول ننيمه يعني فاما بالنسبه للاكبر شوي العمر ست شهور لا ما بتاخذ كثير وقت والسنه لا ما كمان ما كثير بتاخذ بس اكثر وقت بياخذوه هن العمر حديثي ولاده هن اللي بياخذوا وقت معنا انه بحاجه ننيمهم طيب نغم هلا نحن بشهر الاعياد الميلاد ورأس السنه كيف اليوم في شيء تحضيرات غير عن بقيه الاشهر في شيء خاص بهذا الشهر تماما محضره انا في صور يمكن عرضت عامله تيم الكريسماس للاطفال الصغار واللي عمرهم سنه كمان هذول انعرضوا هلا شفناهم طيب. هلا دائما تصويرك مع الاطفال ما عندك شيء خارجي للصبايا للشباب او لا خلص اختصيتي ليه الاطفال مع انه الاطفال كثير بيعذبوا يعني انه هلا هو ليش الاطفال اول شيء انا كثير بحب الاطفال بعشق الاطفال بعشق تفاصيلهم وبعدين بحس انه ما كثير فيها تعقيدات يعني ما فيها تعقيدات تصوير الطفل هي بس بدها طولة بال وانا يعني عندي طولة بال كثير وانا لاني ام لطفلين فعندي خبره بالتعامل معهم وبعرف كيف احطهم نيمهم وهديهم يعني حتى انا يعني بساعد الام بتنيم الطفل وتهدايته يعني اذا تلبكت الام فلاني عندي خبره بالتعامل معهم فهذا الشيء خلاني اني احب اكثر اني تجاوب طفلتك معك طفلين عندي صبيين انه اكثر بتحسي انه هو شقي اكثر بموضوع التصوير والبوزات والستاندات هيك يعني وقت بتحاولي انك تشتغلي معهم اولادي ايه الصبيان يعني الصبيان اثنين يعني بنفس العمر لا الكبير ست سنين والثاني سنتين اكيد الشيء الصغير اكيد يعني اكيد ايه مزبوط صح الكبير بتجاوب كثير بتجاوب يعني وحتى هو بعمر الصغير كان متجاوب الصغير شقي مثل ما قلتي هلا يمكن لو عندك بنوته كانت حتفرق معك القصه تمام يمكن هي حتعلمك كيف تاخذي الكادر وكيف تاخذي القصص كلها ايه لحالها بتعلمني مزبوط صح طيب هيك انا نغم هيك قبل ما اختم معك خلينا هيك نحكي اليوم عن حلمك انت كصبيه كأم كمدرسة بالجامعة وكمصورة بهوايتها الفوتوغرافية شو حلمك وشو حلم الصبايا هيك اليوم إذا أنت حبيتي تقولي أنا حلمي كذا شو بتخبريني؟ أنا حلمي إني أتطور أكثر وأكثر بمجال التصوير لأني أنا كثير بحبه من زمان وبتمنى إنه كمان المستقبل القريب إني أفتح استوديو خاص فيني وخاص يعني خاص للأطفال طيب ما حدا عم يدعمك؟ كل اللي حولي عم يدعموني زوجي ماديا ماديا ايه هلا الدعم النفسي كلنا بندعم الحمد لله زوجي الله يخلي لي يعني على طول ماديا ونفسيا وكل شيء معنويا مكلفه القصه يعني اليوم اي صبيه اليوم حابه تفتح هذا المشروع وتاسس عندها الهواي وبس حابه انها تفتح هذا المشروع يعني كثير مكلف طيب انا بدي اتشكرك وبدي اتشكر وجودك لليوم المصوره والصيدلانيه نغم شنار شكرا لك وصباحك خير على طول